خلال رصدنا الأخبار اليومية ورفعها لغرفة الأخبار، بعدها ورد لنا اتصال من رجل مسن طلب مساعدتنا لنقل الواقع المر الذي يعيشه. توجهنا لمكان لإقامته، وكانت الصدمة وسط حي سكني يعيش مع زوجته في مكب للنفايات ورائحة كريهة كان سببها أهالي المنطقة ذاتها التي يسكن بها ورميها مخلفات الطعام والأوساخ بقربهم دون الإحساس بأنه رجل مسن ويحتاج لرعاية خاصة وتوفير ما يحتاج من سكن ومأكل ورعاية صحية. والله المعين هو بس الله سبحانه وتعالى، وهذا بيتي من زمن عبد المهدي لحد الآن هذا وضعه، لأن فار علي والبيت كله علي وماكو مساعدة، يا تروح لم يتعذرك. ما اتجهت لك دولة ساعدتك؟ ماكو، كل دولة ماكو، دولة غسلنا إيدها منها. والله أبويا محتاج المساعدة من الله منكم، هذا بيته ولو تبنون لغرف واحدة أكل بيها، لأن الإيجار كسان ظهر، وأنا ما عندي لا عندي ذرية ولا عندي، بس أنا والحرمون. دخلنا البيت الذي يفتقد لسقف ومياه وخدمات بصورة عامة، وعند سؤاله عن السبب كانت النتيجة بأن أحد الأشخاص وعده بإعادة ترميم منزله بمجرد إزالة السقف، لكنه تخلى عنه وتركه يعاني دون حلول تذكر. هذا ابن فاعل خير، والله هم ما أعرف أنا الشخص، وعدني قال لي أبني لك البيت ودق لك. قال لي شيل السندويش ودق القاع وانا ابني لك. قلت له ما يخالف. شلت السندويش وجاني، قال لي لا انا فلوسي قليله ومنها يقولون تجاوز مدري شلون. فقمت ادق عليه ما يجاوب. المرأة التي تعبت وضحت من أجل العيش بصورة عزيزة لا يسودها إذلال ولا مهانة، تجرعت حر الصيف وما زالت تشكو وتطالب الخيرين بالتدخل وحل مشاكلهم، وصل بهم الحال لاستشهاد ابنهم ولم يحضروا بسبب نقص الأموال لديهم. ما عندي شيء، كش ما عندي، ما ممكن طاح علي البيت وطلعت. أيوة. لا والله ما حد. كش ما كشان مبردة قاعدة بالحر وقاعدة. بقت مبردة شيء قعد عليها من البر الحار. والله شو عرقان. حتى مولدة ما عندي. ذاك البيت اللي قاعدة بي. وهذا البيت شو يحتاج؟ هذا بنيان. كنت بنون الحجيرة مبارك. هاي مبارك غرفة هاي. والله أريد استقرار أنا وين أروح. هكذا يعيش المواطن العراقي في بلد يعتبر من أغنى البلدان وسط العالم لما يحتويه من ثروة النفط. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.